أيها المواطنون الأعزاء، تحاول روسيا إطالة أمد وجودها بالحرب العدوانية التي شنتها ضد أوكرانيا، لكن يمكننا جميعا أن نرى كيف يتم سحق اقتصاد روسيا وجيشها. هذا ما كتبه عضو المحور الوطني الديمقراطي جيرار سيبيليان على صفحته على الفيسبوك. لسوء الحظ، خلال الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا كان هناك أشخاص من أصل الأرمني يقاتلون أيضا ضد أوكرانيا، بما في ذلك ضد المواطنين الأرمن في أوكرانيا، ويتم قتل وجرح واعتقال هؤلاء الأشخاص. عليك أن تفهم إن هذه الحرب ليست حربك، وإن بوتين روسيا هو عدو أرمينيا والأرمن، يستخدمك كبارود للمدفع. لقد سفك أبناء شعبنا دماءهم وضحوا بأرواحهم من أجل روسيا لأكثر من 200 عام، لكننا رأينا فقط روسيا تذلنا، وكذلك تدمير الدولة الأرمنية وارتكاب الإبادة الجماعية جانبا إلى جانب مع تركيا في المقابل. وبالتالي فإنني أدعو جميعا إلى بذل قصارى جهدنا لتجنب الخدمة في جيش الاحتلال الروسي بكل الوسائل الممكنة. حان الوقت لتخلي أرمينيا والأرمن عن سفينة روسيا الغارقة.